أوقعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الإسرائيلي في عمان دانيال نيفو، حيث تم إبلاغه باحتجاج الحكومة الأردنية ورفضها المطلق واستنكارها للانتهاكات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية في الحرم القدسي الشريف، محملة الجانب الإسرائيلي كسلطة قائمة بالاحتلال مسؤولية أمن وسلامة الحرم الشريف ورواده من المصلين وموظفي دائرة الأوقاف والطلاب وغيرهم. اعتبر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية دكتور خالد الكلال أن الأحزاب فشلت في استقطاب الشباب وتطوير خطابها السياسي وممارسة الديمقراطية في تسيير شؤونها منذ عودة الحياة الحزبية أوائل التسعينات، مستعرضاً خلال ندوة أقيمت في مقر حزب الاتحاد الوطني أبرز مميزات مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014 وأهمها إلغاء تبعية الأحزاب لوزارة الداخلية وتقليص عدد المؤسسين وتخفيض أعمارهم وتمديد فترة التأسيس من 6 أشهر إلى سنة. أعرب رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو عن ارتياحه لما توصلت إليه لجنة تقييم التخصصية من نتائج، وأكد بينو في تصريح صحفي أن الهيئة ستأخذ على محمل الجد كل مخرجات اللجنة وستدرسها بعناية فائقة للوصول إلى الحقيقة، خاصة فيما يتعلق بالجوانب السلبية التي أشار إليها تقرير اللجنة والتي أشارت إلى وجود شبهات فساد في بعض مشروعات الخصخصة. سخرت وزارة الخارجية الأمريكية من انتخابات الرئاسية التي تعتزم الحكومة السورية على إجرائها في 3 حزيران المقبل، واعتبرت الوزارة أن هذه الانتخابات محاكاة ساخرة للعملية الديمقراطية لا مصداقية لها وتقوض النتائج التي توصلت إليها مباحثات جنيف 1، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن إجراء الرئيس السوري بشار الأسد انتخابات الرئاسة سيعرقل احتمالات التوصل لحل سياسي.